رجعنا لكم من جديد ونكمل باقي فقرات صباح الخير يا كويت. أطلقت شركة زين الكويت الدورة السابعة من برنامج زين جريد آيديا لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي يأتي بحلة جديدة كليا بالتعاون مع بريليانت لاب بهدف تطوير منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في مجتمع الأعمال الناشئة الكويتي والتوسع به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يا أسماء، بالتأكيد جاسم، يسرنا اليوم استضافة السيدة هيا المانع، خبير الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال زين الكويت، وأيضا السيد ندى الديحاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمسرعة المشاريع التكنولوجية بريليانت لا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيل إن شاء الله من خلال لقائنا. صباح عليكم بالخير، حياكم الله معنا في صباح الخير يا كويت. هذه المشاريع الصراحة الجميلة اللي نفتخر فيها وتكون أكيد منبع من دولة الكويت. الله يسلمك، يعطيكم العافية. أول شيء بشكل مختصر، خلينا نتكلم عن زين جريد آيديا، شنو أهداف هذه زين جريد آيديا؟ أول شيء صباح الخير ومشكورين على الاستضافة، وإحنا سعيدين أنكم متواجدين اليوم، ونطلق برنامج زين جريت آيديا لحلتها الجديدة تماما والنسخة السابعة. طبعا البرنامج صار له أكثر من 12 سنة الحمد لله، وبلشنا ب 2010 برنامج كان تخصص أن نبي نطور المبادرين ومجال المشاريع الصغيرة في الكويت. طبعا فما شاء الله مع المراحل هذه توسعت وتخصصنا الحين تماما بالمشاريع التكنولوجية. فالبرنامج يركز على تسريع المشاريع الناشئة التكنولوجية وتطويرهم، ونعطيهم الفرصة أنهم يأخذون مشروعهم إن كان إلى خلينا نقول نتيجة جديدة ولا حلة جديدة، ولا إذا عندهم شراكة حابين يشوفونها ولا استثمار وإلى آخرهم، احتياجات المعتادة. طبعا كل سنة احنا نبلش البرنامج في تسجيل، واحنا اليوم حابين ان ندعي اللي عندهم مشاريع تكنولوجية يسجلون على zingreetidea.com. بس المشروع تغير تماما، فاليوم احنا جايين نبي نوضح البرنامج شلون هو الحمد لله الحين تطور مع المشاريع. نعم، تطور البرنامج مثل ما ذكرتي استاذه هي يعني، واليوم ما شاء الله عمر يعني 12 سنه مو شويه من الانجازات، من الافكار اكيد تنطرح من قبلكم واستقطابكم للشباب والمشاريع بشتى انواعها، لكن يعني بالنسخه السابعه هذا البرنامج شنو الجديد اليوم اللي ممكن احنا نتعرف عليه اكثر والتفاصيل معك استاذ؟ هو للامانه اكثر ما يكون جديد، احنا كل سنة مع زين جريت آيديا نحاول نشوف المشاريع الناشئة بالكويت شنو العامل اللي ينقصها. أي. فنفس ما ذكرت أختي هي يعني هذه النسخة السابعة، من النسخة الأولى للنسخة السادسة كل المشاريع اللي قدمت على هذا البرنامج صارت لهم فرصة يروحون سان فرانسيسكو ويقعدون هناك 3 أسابيع يلتقون مع شركات نفس جوجل وتويتر، لأن سان فرانسيسكو هي منبع الشركات التكنولوجية يعني. هذه السنة للأمانة يعني من الفيدباك من 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 رأي المشاركين اللي دشوا في البرنامج، أهم تحدي عند المشاريع، أول تحدي عندهم أن عقب ما يعني يكتمل السوق الكويتي ويتوسع بالسوق الكويتي يبي ينتقل إلى السوق السعودي، فيبي أحد يساعده لخطة التوسع اللي خاصة فيه. نعم. التحدي الثاني هو تحدي القوة العاملة الخاصة للمشروع. أنا كصاحب مشروع أحتاج مبرمج، أحتاج مسوق، أحتاج جرافيك ديزاين، فحاولنا أن إحنا يعني نقدم لهم الخدمات اللي ممكن تخليهم يوصلون إلى هذه الفئة اللي هم راح يحتاجونها. فلذلك عندنا مشاركة في جمهورية مصر العربية في أحد أهم الإيفنتات اللي خاصة بريادة الأعمال اسمها رايز أب. رايز أب هذا راح يكون إن شاء الله في شهر 12. فالمتقدم على هذا البرنامج غير ورش العمل اللي راح تصير بالكويت، غير الناس اللي جايبينها من جامعات عالمية نفس IE Business School وغيرها، إن يعطونهم ورش عمل بالكويت، راح تصير له فرصة إنه يروح السعودية يتعرف على السوق السعودي، راح تصير له فرصة إنه يتعرف على السوق المصري وشلون جذب التالنت أو المواهب اللي ممكن يحتاجها حق شركته، وراح تصير له فرصة إنه يروح إلى دبي، لأن أغلبية الفنتشر كابيتال أو رؤوس الأموال الجريئة موجودة في دبي، فعندنا سلسلة اجتماعات مع الفنتشر كابيتال اللي موجودين يعني في دبي. يعني انتم تسهلون العملية بالضبط. احنا اصلا يعني
قام يصير في مصطلح بالعالم جديد اسمه إنيبلر. إنيبلر يعني اللي هو أنا أوفر لك البنية التحتية أنت كصاحب مشروع تستغلها بالطريقة اللي أنت تبيها. وهذا الأساس لازم بالضبط. يكون في بنية تحتية هي اللي تكون أساس على لسان يستند عليها أي مشروع كبير. في بداية بالضبط. يكون صغير ويكون جدا بسيط، لكن في أمور الواحد ما يكون فاهمها في البداية، وحضرتك يمكن استعد يعني أخبر وأدرى في الموضوع. أمس أنا ويا هي قاعدين نراجع الشباب اللي دشوا ويانا بالنسخ السابقة. للأمانة يعني قعدنا نطالع تقريبا وصلنا ل 30-25 مشروع تقريبا شيء كلهم. يعني اليوم التحدي الأكبر لهم إن أنا شلون أقدر أدش السوق السعودي. صح. والله عندي قوة عاملة أنا محتاجها، يعني عندي والله ديفلوبر ولا عندي مسوق ولا جرافيك ديزاينر ولا فحاولنا إن نبني البرنامج يغطي احتياجاتهم اللي هم محتاجينها اليوم، واللي راح تاخذ شركاتهم من يعني خلينا نقول من 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 3 من 10 من 4 من 10 الى 8-9 من 10. ما شاء الله. انزين ايل، اذا كذي هي لو تكلمينا عن ابرز الشركات الكويتيه الناشئه اللي تم او خلينا نقول بدت مشوارها في هذا البرنامج. اكيد انا بس اضيف على كلام ندى اخوي ندى زياده على ان احنا حابين ان احنا بيكم انيبلرز للمشاريع. احنا لقينا أنه لازم في مرونة. سابقاً لما المشاريع كانوا يقدمون على زين جريت ايديا كان في تحدي مع الوقت. هذه نقطة وايد مهمة. إيه يعني لما يشاركون في البرنامج ويانا لازم يلتزمون ويانا شهر كامل في المعسكر التدريبي هني بالكويت، بعدين في مرحلة أنهم يتقدمون ويروحون ويانا شهر ثاني في سان فرانسيسكو، وكان يعني مراحل وايد مهمة. شفنا أن تطوروا المشاريع، ومن ضمن المشاريع اللي قدموا علينا إحنا ما نحب نقول إن إحنا كنا إنشأوا عندنا في زين جريت ايديا، بس كان لهم أسس ولا خلينا نقول بدايات ويانا. في بعض الأحيان لما إحنا نبلش البرنامج دائما نعرف نفسنا حق المبادرين ونقول لهم إحنا موجودين إن نساندكم، وقالبا أكثر المشاريع راح تقدم ويانا بزين جريت ايديا، أما راح تغير مشروعهم ولا تماما تسكر شركة وتبدي شركة جديدة. وهذه كثير من المشاريع، من ضمنهم عندنا مثلا يو بيمنتس، عندنا قسيل، عندنا دبدوب، كلهم كانوا مشاركين كمبادرين. بس كانوا يعني شركات ما شاء الله ما شاء الله الحين صارت وايد كبيرة. بس طبعا هم احنا نركز على المبادر نفسه وشون هو يقدر يطور مشروعه ويطور من الموظفين اللي عنده، والسوق شون هو يقدر يدرسه يعني الى الافضل. انه مثل ما قال اخوي ندى السوق الكويتي صغير، واكثر هالشركات قاعد نشوفهم ان هي قاعد تتوجه الى العالم العربي وقالبا السعوديه. فالمرونه اللي احنا قاعد نقدمها بهالبرنامج اليوم انه يقدر يقدم على الويب سايت وينقي البرنامج اللي هو افضل لمشروعه، ان كان يبي يروح السعوديه للتوسع، ان كان يحتاج يعني تالنت ولا اشخاص انه يضيفون له. في عندنا رايز اب في مصر، ومثل ما قال رؤوس الاموال اللي في دبي، هذه يعني مرحله هم وايد مهمه حق بعض المشاريع لما يبون يطورون من مشاريعهم. ولكن في اشياء ثانيه اللي هم احنا مقدمينها مثل منصه صوتيه ان شاء الله راح نطلقها، لان شفنا انه يكون يعني محدود الى بس الاشخاص اللي هم تشارك بالبرنامج العلم ولا الاستفاده. فشفنا في بعد اشخاص ودها تسمع قصصهم، قصص المبادرين، قصص نجاحهم، يعني قصص اي وقصص حتى يتعلمون من تجربتهم بقى. اكيد وكل احنا نركز مو بس كذي، في ناس عندهم افكار حلوه بس يبي شلون يطورها. صحيح. او شلون يضيف. صحيح. فاكيد في قبل كانت يعني نقدمها خلال فتره البرنامج. أي. وبعدين ممكن ما تقدر ترد لها مره ثانيه لان انتهى فتره البرنامج. صح. مع المنصه الصوتيه اللي اختي هي تكلمت عنها، اليوم كل المشاركين اللي عندهم قصص فعلا قصص نجاح والمرشدين المنتورز اللي جايين بيخدمون البرنامج، هذول كلهم راح يكون لهم حلقات صوتيه تتم معانا حتى لما يخلص البرنامج، كاي مبادر السنه الجايه او اللي وراها يقدر يرد حق هذه المنصه الصوتيه ويستفيد من انواع الخبرات اللي موجوده فيها. فهني مثل ما قال اخوي ندى احنا انيبلرز بطريقه نوصل الى الشخص ان كان ببيته على تليفونه بجهازه ولا حتى اذا هو شارك ويانا. وايضا شفنا ان السوق العمل صعب اليوم بالذات بالكويت، عندنا خريجين وعندنا اشخاص ما شاء الله عندهم خبرات حلوه بعد، ودهم ان هم يشوفون لهم مكان ان اما يدامون وياهم ولا يكونون شركه وياهم. فقدمنا شيء جديد اليوم. العالم الغربي عندهم اغلبيه خلينا نقول الجي تي بي الاعلى ولا اغلبيه خلينا نقول السكسس ستوريز تكون مع
الشركات الخاصة، بس اللي ما نذكره وايد أن أغلبية الشركات الخاصة 80% من الاقتصاد الدول تكون من المشاريع الصغيرة، ولكن احنا بالكويت هني هذا مو وايد يعني مو مسلطين الضوء عليه، فحابين أن احنا نوفر للخريجين الفرصة أنهم يتعرفون على المشاريع الصغيرة، فهذا شيء جديد بعد احنا موفرينه هالسنة، وأيضا يعني مرونه للمبادرين إذا هم يحتاجون بدل ما أنهم يروحون ويدورون ويقابلون اللي هم بيونهم يوم الأيام بيصير فيه هم رود ماب أنه يتعرفون على هالموضوع. ويمكن جزء ثاني من المبادرين اللي دائما يعني ناخذ احنا فيدباك، دائما نسأل المبادرين شنو كان شيء يعني استفدتوا منه من البرنامج، وشيء احنا كنا يعني نوعا ما ننصدم أن احنا نتعب ونستثمر وقت مع مثل ما قال مرشدين وجامعات عالمية وسان فرانسيسكو سيليكون فالي، نروح رحلات إلى جوجل وإلى يعني شركات أساميها عالية، كانوا يقولون لنا إحنا يمكن أكثر شيء وايد قاعد نستفيد منه لما توصلونا إلى المرشدين المحليين بالكويت، لما يصير في منتورينج هني مع شخصيات تجربة محلية، تجربة محلية تنقل الواقع اللي يعيشه يمكن أكثر. فهالسنة الحمد لله إحنا وفرنا لهم، إحنا كنا قبل نوفرها كيوم ويكون سبيد ميتينج، فعندك 10 دقائق 5 دقائق مع شخص وتروح تتعرف على شخص ثاني بمقرنا. شفنا أن الاحتياج لهالموضوع وايد كبير وطلب من المبادرين يعني، فخصصنا يوم كامل، فبيكون يعني برنامج كامل لأي أحد حاب يشارك. هذا التطوير يعني اللي قاعد يصير على مدى سنوات أعتقد، والخبرات اللي قاعدين تكتسبونها من خلال هذا البرنامج، تشوفون شنو هو النقص اللي يعانون منه وشو ممكن تدون هذا النقص وتعطونهم يعني بعض الأفكار اللي ممكن يستفيدوا منها. طيب يعني الأنشطة اللي تطمنها البرنامج اليوم معك أستاذ ندى، خلينا نشرحها للسادة المشاهدين أكثر. ما شاء الله من 12 سنة أكيد كل مرة قاعد تتغير هذه الأنشطة، قاعد يدور أفكار أكيد جديدة. إحنا اليوم البرنامج راح يبلش تاريخ 16 أكتوبر، أول يعني الأحداث الخاصة في البرنامج راح يكون عندنا يعني ورشة عمل مدتها 4 أيام اسمها Company Structure. أي Company Structure أو Startup Structure، أغلبية الشباب هي عنده فكرة، هي عنده مشروع مسويه بالإنستغرام مثلا ناجح أو بس مو يعني مو مسوي شركة، فحقوقه ضايعة، لازم يكون عنده التراخيص اللازمة. فهذه بداية البرنامج أني أنا أي أقول له أنت شلون تكون محكم توجهه أوجهه ويكون محكم الإنشاء، عشان كذي احنا سمنا يعني خاصين بالمشاريع الناشئه. من ناحيه ليجلي، من ناحيه القوانين، ما قوانين يكون حامي نفسه، من ناحيه البنوك شلون يفتح حسابه، شلون يوصل حساباته حق البيع عن طريق الاونلاين، لان اغلبيه المشاريع اللي قاعد تشارك ويانا هي مشاريع قاعد تقدم خدمه الكترونيه. وهذه ورشه العمل هذه راح يحتاج فيها اي مشروع تكنولوجي او غير تكنولوجي. بعد فتره أول شيء راح يحتاج قاعد مع مستثمرين. أنا رأيي إذا راح أروح أقعد مع مستثمرين وشركتي ما فيها الستركتشر الصح، ما فيها البنية التحتية الصحيحة، المستثمر ما راح يقول أنا بحط فلوسي يعني وياك راح أضيع فلوسي. فهذه حسينا أنها هي أهم شيء نبدأ فيه البرنامج قبل لا ندش بالأشياء العميقة الخاصة بالبرنامج. عقبها عندنا جامعة IE Business School، هذه واحدة من أعرق الجامعات الأوروبية، وهي جامعة مكانها في مدريد، في العاصمة الإسبانية مدريد. جايين منها يعني الجامعة هذه عندها مركز خاص بتطوير المشاريع. نعم. الدايركتور مال المركز الخاص بتطوير المشاريع راح يكون موجود عندنا بالكويت لمدة 3 أيام لتثقيف يعني تدريب أصحاب المشاريع شلون يعد الملف الاستثماري الخاص بشركته. كل هذا يحتاجونه. كل يعني هذه أشياء أساس يحتاجها وياها المبادر، يعني هذا الكارت بلانش ماله يعني. ما في أهم نقطة يمكن إحنا دائما نركز مع المبادرين إنه يمكن عندك مشروع فظيع ويعني هم يمكن يكون يعني ناجح، بس إذا أنت ما تعرف تطلقه ولا ما تعرف تقدمه ولا ما تعرف توصل إلى أما مستثمر ولا شريك ولا اللي هو أنت ضايع يعني. فهذه لازم يعرف الأساسيات علشان يقدر أنه ينشئ بالضبط. هذا فهذه الورشة وايد مهمة لأنه يركز بس على شلون أنت تأدي وشلون أنت تقدم مشروعك مثل ما تفضل. شنو الموقع اللي يقدرون يسجلون لو تقول لي إياه والحين راح يحطون الموقع الشاشة. وايد سهل ايه؟ هو www.zaingreatideaoneword.com. حلو هذا الموقع هذا الموقع
في أعمار معينة في ولا بس كل واحد يقدم ورش العمل أي نشاطات أي. قاعد تصير داخل الكويت أي. الكل مرحب فيه مفتوحة كل الجنسيات مرحب فيها كل الأعمار مرحب فيها اللي حابة تتعلم هذا الموضوع. السفر إلى خارج الكويت له شروط معينة أنه لازم يكون المشروع على الأقل قائم رخصته موجودة وطبعا السفر خارج الكويت موجه فقط حق الشباب الكويتيين. نعم أكيد يعطيكم ألف عافية وصراحة فكرة البرنامج جدا جميلة يعني فرصة اليوم ما شاء الله كبيرة لكثير من الشباب. أتمنى أكيد حياكم الله معنا. شكرا لكم على المجهود اللي قاعدين يسوون في دعم الشباب ترى هذا شيء جدا مهم. والنقطة اللي ذكرتوها يعني الخريجين اليوم توجيههم للمشاريع الصغيرة وبدايته شلون هو يتأسس المشروع وينجح فيه إن شاء الله الله والكل يكون ناجح معاكم. شكرا يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة. حياك الله. نشكر السيدة هيا المانع خبير الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال في شركة زين الكويت والسيد ندى ديحاني مؤسس والرئيس التنفيذي لمسرعة المشاريع التكنولوجية بريليان نت لاب. الحين ننتقل حق عبد الرحمن. عبد الرحمن ما أدري شنو عندك عبد الرحمن. عندك برنامج أول شيء عندك فكرة. والله عنده للأمانة أنا متابع زين جريت ايديا ويعني مميزين بالطرح وباحتضان الطاقات الشبابية فقواكم الله. شكرا جاسم وأسماء ولضيوفكم ندى والأستاذة أيضا هيا المانع على وجودكم معنا وإن شاء الله للمزيد من الإنجازات. شكرا لكم مشاهدينا. ننتقل معاكم إلى أيضا تقارير صباح الخير الكويت حيث أقام مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري حفل تكريم الفائزين بمسابقة الشهيد الثقافية 18 لسنة 2022 والذي أطلقه مكتب الشهيد لتصميم مجسم يرمز للوحدة الوطنية وتخليد الشهيد والخاصة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت. فقد اتجهت كاميرات برنامج صباح الخير الكويت لتغطية الحفل في أبراج الكويت مع الزميل المبدع والنشط أكيد عثمان سليمان. خلينا نشوف معكم هذا التقرير وراجعين وياكم.